وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعتكم اشيشكم مقطع جديد. وقبل ما تبقطع الشباب لازم اعملوا اشكو صلوا على النبي، بعدين لازم اعملوا فضغط على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس كمان. لا تنسوا تستخدموا كود انتم بشوف شيء ظاهر امامكم. خلينا نبلش على طول. بحكي لكم البحث عن جدار مغطى بالرسومات على الجدران في هايدرو 16 او بالقرب من كاتي كورن او هي زاويه الماكريم. كل عليك تيجي هي هون. بالنسبه لهايدرو 16 في عندنا موقعين، تيجي على هذا الموقع اللي هون وفي موقع اللي قدامه. كل عليك انك تيجي بس اتوقع توقف قدامه، مش راح تعمل اشي ثاني. انا بالنسبة لك توقعاتي 100% حتى انك لا تكبس ولا اي ولا بتكبس اشي. هاي هون الموقع الثاني، بس خلينا نجي عنده هون على السريع. هسه سننتقل عند زاوية الماكرين. بالنسبة لزاوية الماكرين كمان بتخلفها بقرب منها هون بيحكي لنا. هاي انا في المنطقة هاي، في كل عليك انك تيجي تنزل هسه هون. خلينا نفرجيك كمان نفس الاشي في زاوية الماكرين. كمان في عندنا غاد موقعين للبخاخ، وفي كمان غاد اذا في حدا مش ماخذه، في كمان غاد شخصية تقدر تحكيها تاخذها عشان تضيفها عندك على الكتاب، فاروح خذها كمان. فاضح حلو في الموضوع. وكمان اصلا هاي الشخصيه مطلوب منها في تحدي من التحديات الاسطوريه، بس ازي اعمل لك اياه بتشوفه. وهي شباب هون الموقع الثاني وبس. هيك شباب كان لكم مقطع اليوم تحدي سين مباشر وما بده شيء، ولا تزعبونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لكن ما تفعل الجرس. وخلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد ومع السلامه. بيس.